الموضوع ما فيه ريتال سوت مقلب في أبلة بيان، وأبلة بيان حابت إنها تنتقم. ترجع للفرقة بعد حفل الوداع. حلوة دي، حفلتها الأسبوع الجاي إن شاء الله. جهزنا كل شيء، بس باقي جهزنا حفلة وداع. طيب أنا من أول أقول لكم أرسلوا لي الفساتين عشان أفصل الفستان يوم الوطني. أقول لكم كذا عشان ما تزعلون، بس هو هذه الفساتين اللي بنفصلها لحفلة الوداع. طيب للأسف اللي حتغادر الفرقة وجلست معانا سنتين بالفرقة وعمرها 12 وصف أولى متوسط هي ريتال. في كل شيء لما يكون عندنا حفل حنجيبك تكوني مدربة. عكس أنا سويت لك أحلى فستان، سويت لك أحلى أنشودة. أنشودتك تدري شو تقول؟ ريتال يا ريتال يا حورية البحر. تضحكين؟ حطك كتمثيل، ومن اليوم ومن دحين نعلن انه هذا الشيء اللي قلته كله مقلب. يوم السبت موعدنا.